مدينه اسرائيل من نيل للفرات. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. تم اعتقال الأخ فوزي جميل، وذلك بأحد التهم، وفي أثناء التحقيق معه تبين أنه بريء من هذه التهمة. أخ فوزي، ماذا هو انطباعك عن الهيئة الشرعية بعد أن سجنت عندها؟ والله أني أحسن من هيك معاملة ما لقيت ولا شفت، والله كأني ببيتي. والله أنا والسجناء اللي عندي يحطوني عكفوف الراحة، ولا أحسن من هيك فيه. بيتي ما كنت مرتاح هيك، أنا حبيت الوضع هذا كله. أخ فوزي، ما هي ديانتك السابقة؟ سابقة مسيحي يعني، وأسع أعلنت صرت مسلم، أعلنت إسلاميتي، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وعيسى نبي الله. طيب لماذا أعلنت إسلامك أخ فوزي؟ لأنه هيش حبيته، لأنه المعاملة اللي شفتها بالسجن عندهم كثير مليحة، وشفت الخير عليها. نسأل الله يحفظك أخ فوزي ويثبتك على هذا الدين. وأنا ثابت، ملعون ثابت. الحمد لله. الحمد لله. جزاك الله.